مساء الخير، هذا هو الفيديو الأخير في الأربعة فيديوز بتوع معمل سنة أولى الفوتو إلكتريك إيفكت. إيه القصة بقى؟ كان في واحد اسمه لينارد سنة 1902، عمل شوية تجارب اكستنسيف على موضوع الفوتو إلكتريك إيفكت ده، ووصل لنتائج وكيرفات بس لم يفسرها نظريا، هو بس عمل شغل عملي. الفوتو سيل هي سيمبلي عبارة عن بيس اوف ميتال، يعني حتة معدن، ودي اللي بنسميها الكاثود، ودي بتبقى اكسبوزد او معرضة ل راديشن او اشعاع من بره، ونتيجة كده وجد عمليا الاول قبل ما يظهر تفسير نظري انه الالكترونز بتطلع في ظروف معينة، تجري من الكاثود تروح للمعدن المقابل اللي هو الاوبوزيت بيس اوف ميتال اللي احنا بنسميها الانود. ولو انا وصلت فرق جهد ما بين الكاثود والانود، وكان الانود هو البوزيتيف، فده هيساعد الالكترونز انها تجري في الدايره وتعمل كارنت، ولو كان نيجاتيف فده هيعطل الالكترونز. في الشكل المرسوم هنا دي احد وسائل ان انت تغير الفولتج على الفوتو سيل عن طريق استعمال البوتنشيومتر، اللي هو انك بتاخد مثلا الانود وتحطه على مقاومة، المقاومة دي متوزع عليها جهد مصدر، فانت كل ما تحرك البوينتر ده على المقاومة بتاخد حتة من الجهد اللي على المقاومة مش كل الجهد بتاعها، فلو جيت تاخد البوينتر ده للاخر فوق كده هتاخد الجهد كله. هيبقى يعني فارق الجهد كله هينزل على الفوتو سيل، لان هيبقى في طرف من الفوتو سيل واصل مباشرة بالنيجاتيف بتاع المصدر، الطرف التاني البوزيتيف واصل بالكاثود. لو جيت بقى بالبوينتر ده ونزلت تحت خالص هنا، هيبقى كما لو كان الكاثود والانود واصلين مع بعض دايركتلي، فارق الجهد ما بينهم صفر. ما بينهما بقى بتتحرك من التوتال فولتج ديفرنس لزيرو، حسب بقى ما انت واقف فين بتاخد حتة من الجهد بتاع المصدر. هي دي مش قصة مهمة، يعني هي دي بس وسيلة ان انا اغير بيها فرق الجهد. المهم، فرق الجهد ما بين الطرفين بتوع الفوتو سيل هي بيبقى بيتقاس بالفولت ميتر، والكرنت اللي بيلف في الدايرة اللي بنسميه الفوتو كرنت، لان هو كرنت ناتج من فوتونز، هي السبب في ان الالكترون طلعت من الكاثود ده، بيتقاس بالاميتر، وعادة بيبقى محتاجين اميتر دقيق للغاية، الاكيوريسي بتاعته عالية وبيبقى غالي، علشان زي ما شفنا في تجربة المعمل الرينج بتاع الكرنت بيبقى رقم صغير، تنتظر نيجاتيف مثلا 10 او 11 او 12 او 13 امبير. الانود والكاثود محطوطين جوه جلاس بالب كده، عاملة زي اللمبة، وبيبقى الهدف منها انها تعزله عن الاكسجين علشان ما يتاكسدش يعني، وكمان يبقى ضغط الجو خفيف جوه ضغط الهواء، لسبب لان انت عايز الاكسمان تطلع ما تلاقيش في وشها جزيئات هواء تقعد تخبط فيها يعني، ويبقى ضيعت انت الانرجي بتاعت الالكترونز. البارامترز بقى اللي بتحكم الشغل بتاع الفوتو سيل ثلاثة. الراديشن اللي جاي ده هل ليه فريكوانسي كام، والانتنسيتي بتاعته كام، والنوع والفاكتور التالت هو الكاثود ده نوعه ايه. وبناء على الثلاثة فاكتورز دول بتحدد الاوبريشن بتاع الفوتو سيل. وحصل هنا التصادم ما بين حاجتين، التفسير الكلاسيكي اللي هو فشل في ان هو يقول ليه بيحصل الفوتو كارنت ده، والتفسير بعد كده اللي ظهر صح وخد عليه اينشتاين جايزة نوبل سنة 1921، هو التفسير المبني على فكرة الفوتونز اللي قدمه في بيبر أو رسالة أو يعني ورقة بحثية سنة 1905. تعال نشوف كده البارامترز اللي موجودة هنا. الفريكوانسي بتاع اللايت، اللايت ده الفريكوانسي نفهمه لأن هو لون، يعني مثلا لو جبت لك لمبة لونها أحمر يبقى دي بتطلع ويف لينكس اللي هو 700 نانومتر. طيب لمبة لونها بنفسجي أو أزرق، دي اللي هو اخر السبيكترا من الناحيه التانية اللي هو 400 نانومتر. بينهما بيبقى الالوان المختلفه، يعني مثلا لون الاصفر اللي هو 550 نانومتر، فالاحمر والفايولت هما حدين الويف لينكس سبيكترم بتاع الفيزيبل لايت.
طيب لو انا روحت للامدا اصغر من 400 نانومتر، ده اللي بنسميه تحت اللون الفايلت يعني في الويف لينكس، او اكتر من الفايلت في الفريكوينسي فبنسميه فوق الفايلت من وجهة نظر الفريكوينسي يعني، فبنسميه الترا فايلت. وده مش فيزبل، ده ما بيتشافش. لو رحنا بره اللون الاحمر لامدا اكتر من 700، ده هيبقى الفريكوينسي بتاعه اصغر من الفريكوينسي بتاع اللون الاحمر. احنا عارفين الفريكوينسي والويف لينكس العلاقه ما بينهم انه الاف بتساوي سي سرعه الضوء مقسوم على لامدا، فالمنطقه اللي هي اطول من ال 700 نانومتر تبقى اعلى في الويف لينكس لكن اقل في الفريكوينسي، فبنسميها الانفراريد. المهم ان الفاكتورز اللي عندنا اللي بتحكم الموضوع، واحد الفريكوينسي، والفريكوينسي نفهمه على ان هو اللون. اتنين الانتنسيتي، الانتنسيتي اللي هي قد ايه باور خارجه من المصدر مقسومه على الاريا بشكل عام. ولو انا بدرس الفوتو سيل هيبقى الانتنسيتي اللي تهمني هي الانتنسيتي اللي بيستلمها الكاثود، فبقسم على الاريا بتاعت الكاثود. والانتنسيتي بقى تتفهم منين بقى؟ لما انت تيجي تشغل لمبه تقرا عليها بقى مثلا باور بتاعتها 100 واط، فالانتنسيتي هي الباور مقسومه على الاريا في المكان اللي انت واقف عنده، يعني الاشعاع اللي بيخرج من اللمبه بيتوزع في جميع الاتجاهات، وبالتالي الباور دي بتتقسم. لو اعتبرنا يعني ان اللمبه دي بوينت سورس، فالباور بتتقسم على ويف شكلها سفيريكال، فبتتقسم على 4 باي ار سكوير. يعني الانتنسيتي تبقى الباور اللي خارجه من البطاريه سوري الباور اللي خارجه من اللمبه مقسومه على 4 باي ار سكوير، حيث ار هو نص قطر السفيريكال ويف فرونت او جبهه الموجه الكرويه، والار ده هيبقى من السنتر بتاع اللمبه لحد المكان اللي عنده الويف فرونت اللي انا بدرسه. فلو انا واقف عند الكاثود هيهمني ان اقسم الباور اللي خارج من البطاريه على حته الاريا بتاعت الكاثود بتستلم كام يعني، فيبقى ده الانتنسيتي عند الكاثود. الانتنسيتي بقى افهمها ازاي؟ انه الباور بتاعت المصدر يعني لمبه 100 واط 200 واط 300 واط، وتغيير الباور اللي بيتبعه يعني تغيير في الانتنسيتي لا يعني انه اللون اتغير. اللون هو ريليتد للفريكوينسي، وانا اقدر اغير الباور لنفس اللون. يعني مثلا اجيب لمبه لونها ازرق يكون ليها باور 100 واط او 200 واط او 300 واط، وهذه الباور احسب منها الانتنسيتي. لكن في جميع الاحوال الفريكوينسي واحد اللي هو بتاع اللون الازرق او الفايولت او وات ايفر. الانتنسيتي تتفهم من وجهة نظر المودرن فيزيكس ان هي ايه؟ هي باور على اريا، خلاص عرفنا الاريا مش مشكلة، والباور هي الانرجي على التايم. من وجهة نظر مودرن فيزيكس بقى، لما اينشتاين اقترح فكرة الفوتونز قالك ان الفوتون ليه كوانتايزد انرجي بتساوي اتش اف، حيث اتش ده هو ثابت بلانك والاف ده الفريكوانسي بتاع اللون، ف اتش اف ده يديك الانرجي بتاعة واحد فوتون. طيب الباور كلها كام بقى؟ الباور كلها بتساوي الانرجي بتاعة الفوتون مضروبة في عدد الفوتونز اللي خارجة، يبقى ده انرجي مقسومة على التايم يبقى ده باور. فعدد الفوتونات بير يونت تايم مضروب في اتش اف ده اللي يديني باور، اقسمه على الاريا بتاع الانتنسيتي. بمعنى اخر اني افهم ان الانتنسيتي لما تزيد ده مش معناه انه الانرجي اللي خارجه زادت، من حيث ان الفوتون انرجي زادت، لان الفوتون انرجي ثابته، هي اتش اف واف ده ريليتد للون واللون ثابت، فبالتالي اتش اف رقم ثابت. امال الانتنسيتي دي ازاي؟ ان بيبقى في اشعاع عدد فوتونز اكتر بير يونت تايم. يبقى انا افهم ان انا اغير الفريكوانسي يعني اغير اللون، وان انا اغير الانتنسيتي يعني اغير النمبر اوف فوتونز اللي خارج، بس النمبر اوف فوتونز اللي خارج ده كل فوتون شايل نفس الانرجي دايما اللي هي اتش اف، حيث اف ده ريليتد للون اللي انا شغال عنده. الفاكتور اللي هو الكاثود تايب ده هنتكلم عنه بعدين. في فاكتور كمان انا يمكن ما قلتوش اللي هو الفولتج بتاع المصدر، يعني قلته بسرعه ان الفولتج ده لو متوصل موجب وسالب، الموجب عند الانود والسالب عند الكاثود، ده هيساعد الالكترونز انها تلف، لو العكس هيمانع. دول الاندبندنت فاريبلز او المتغيرات المستقله. ديبندنت فاريبلز يطلعوا ايه؟ المتغيرات التابعه. اول حاجه الديلي تايم،
هو ايه الديلي تايم؟ هو التايم ما بين ان انت تعمل سويتش اون للدايره، يعني الدايره شغلتها يعني ايه؟ يعني نزلت ضوء على الفوتوسيل، وما بين انه اول الكترون يطلع من الكاثود ويوصل للانود. فالديلي تايم ما بين ان انت تشغل الراديشن سورس او اللمبه اللي بتنور بيها وان انت تحصل على كارنت في الدايره، ده اللي بنسميه الديلي تايم، وده ديبندنت فاريبل، ده بيعتمد على الظروف بتاعت الدايره. وحقيقه وجد ان هذا الرقم رقم صغير جدا في حدود النانو سكند، و ما بيتغيرش مع الانتنسيتي. يعني هنشوف دلوقتي المشاكل الكلاسيكال في التفسير بتاع الفوتوسيل. طيب مين كمان ديبندنت فاريبل؟ الكرنت. طبعا الكرنت بيعتمد على كل بقى الحاجات الموجوده دي، الانتنسيتي بقى واللون او الفريكوانسي او الانرجي بتاعت الفوتون، دي كلها حاجه واحده. والانتنسيتي قلنا يبقى انتنسيتي ده فاكتور، الفريكوانسي بتاع الفوتون اللي هو اللون اللي هو الانرجي بتاعت الفوتون الواحد ده كمان فاكتور، والفاكتور الاخير هو فرق الجهد اللي انا حاطه من المصدر. الفرق الجهد ده بيبقى فورورد بايس لو كان البوزيتيف ناحيه الانود، وريفرس لو كان العكس. ولو حطيته في الريفرس وخليت النيجاتيف عند الانود يواجه الالكترونات اللي جايه وزودت الفولتج واحده واحده، ده هيخلي الالكترونات ما تقدرش توصل او احتمالات انها توصل تقل 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 لحد ما يوصل لجهد بنسميه الستوبنج بوتنشال، اللي عنده ما فيش ولا الكترون بيطلع من الكاثود بيقدر يوصل للانود ويبقى الفوتو كارنت في الدايره بيساوي صفر. طيب الكلاسيكال اكسبلانيشن كان فيه شويه مشاكل. اول حاجه قال لك انه في ديلي تايم، ده بيعتمد على الانتنسيتي اوف لايت. يعني هما الناس كانوا بيفكروا بالطريقه الكلاسيكيه في نظريه الويفز الكلاسيكيه بتاعت عمو ماكسويل، هنلاقي انه الانرجي بتتحسب من الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد بتوع الالكتروماجنتيك ويف. يعني اشوف الالكتريك فيلد اللي في الضوء، ما احنا عرفنا ان الضوء او اي الكتروماجنتيك ويف هي الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد متعامدين على بعض في الدايركشن وبيحصل لهم بروباجيشن في اتجاه عمودي على الاثنين. فكان حسب النظريات الكلاسيكيه الانرجي بتتحسب من الامبليتيود او السعه بتاعه الالكتريك فيلد او الماكسيمم بتاع الالكتريك فيلد مع الماكسيمم بتاع الماجنتيك فيلد مع شكل الديستريبيوشن بتاع الضوء على الحاجه اللي بينزل عليها. وبالتالي كان ده معناه ايه؟ انه لو انا زودت الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد، يعني زودت الباور، يعني زودت الانتنسيتي، ده بيدي احتماليه احسن للالكترونز انها يحصل لها ايميشن. فكان التفسير الكلاسيكي بيقول لك ايه؟ ان انت ممكن يحصل ايميشن تحت اي ظروف، يعني حتى لو كان الكاثود من النوع الريزل انت تحط عليه انتنسيتي عاليه يطلع الكترونز، او انتنسيتي واطيه، بس الانتنسيتي الواطيه تاخد شويه وقت، يعني تعمل ديلي تايم كبير شويه، بس في يوم من الايام في الكترون هيطلع. فكان ده المفهوم الكلاسيكي للانتنسيتي، تعمل ايه؟ الانتنسيتي هتطلع الكترون، هتطلع الكترون سام داي، يعني هيطلع الكترون، بس الديلي بيعتمد على مدى يعني الاتراكشن فورس اللي ما بين الالكترون والميتال بتاعه والانتنسيتي نازله كام، يعني هم دول اللي بيحددوا يعني. بس ده الكلام الكلاسيكي يعني. تمام. ففشل هذا النموذج في التفسير لعدة أسباب. أولا لقوا إنه في intensities تحطها مهما غيرتها عليت وطيت مفيش فايدة، ما بتطلعش الكترون، ما بتطلعش الكترون. يعني في بعض المعادن ما تقدرش تطلع منها الالكترونز عن طريق أطول موجية معينة، يعني مثلا تيجي تحط اللون الأحمر ما بيطلعش، البرتقاني ما بيطلعش، لحد ما توصل مثلا فايلت يكون فايلت هو اللي بيطلع مثلا يعني. فالناس لقوا انه مش الانتنسيتي، لا الفريكوانسي هو اللي بيحدد اذا كان هيبقى فيه ايميشن ولا لا. والحاجه الثانيه اللي لقوها انه الديلي تايم ما بيعتمدش برضه على الانتنسيتي، يعني مهما عليت الانتنسيتي وطيت الانتنسيتي لو في الكترونات بتطلع بتاخد ديلي تايم في حدود نانو سكند اني واي في جميع الاحوال. فبرضه الانتنسيتي فشلت في انها تفسر الحاجه الثانيه، يعني هي فشلت انها تفسر خروج الالكترونات اصلا، ده طلع ما بيعتمدش على الانتنسيتي، ده بيعتمد على نوع اللون اللي انا مستعمله والفريكوانسي كام. وكمان فشلت في انها تفسر الديلي تايم
يعني هي الناس لقوا انه لو انا استنيت شويه بانتنسيتي واطيه هيجي يوم ويحصل اكيوميليشن اوف انرجي او تجميع انرجي عند الالكترون وهوب يطلع، لكن مش ده اللي بيحصل مهما كانت يعني طالما ان الفريكوانسي ما بيطلعش خلاص، مهما كانت الانتنسيتي عاليه واطيه استنيت للصبح استنيت ما بتطلعش الالكترونات ما فيش. ففشلت النظريه الكلاسيكيه في تفسير ايه اللي بيحصل، وكانت النتائج اللي وصلها لينارد حاجه شبه اللي احنا شايفينه ده كده، انه مثلا جاب هنا الاي في كاركترستكس يعني الفوتو كارنت رسمه مع الفولتج ابلايد. الفولتج الابلايد ده الناحيه الشمال ده نيجاتيف، وعند الكيرف كي ده النقطه كي هو نيجاتيف قوي، يعني لما تيجي تاخد الابسوليوت فاليو وتقارن هيطلع ده اكبر واحد من حيث الابسوليوت فاليو. فمثلا نفترض ان كي عندها جهد ده ناقص 5، ده الجهد بقى اللي بنسميه ستوبنج بوتنشال. النقطه دي تمثل ستوبنج بوتنشال ليه؟ لان الديفينيشن ستوبنج بوتنشال هو البوتنشال اللي يخلي الفوتو كارنت بيساوي صفر، وبناء عليه اصبح ان كي وام وان دول يمثلوا الستوبنج بوتنشال. طيب طلع بقى ان الستوبنج بوتنشال ده هو مش بيعتمد على الانتنسيتي، لا ده بيعتمد على الفريكوانسي، يعني فريكوانسي اف 1 ليه الستوبنج بوتنشال بتاعه واف 2 ليه الستوبنج واف 3 ليه الستوبنج. اذروايز انت ممكن تقعد ترسم للصبح يعني، بس النقطه انه في الاخر الستوبنج بوتنشال فين على الكيرف. النقط اللي اسمها بقى A small B small C small دي نقط اللي بنسميها فولتج صفر وفي كارنت موجود، يعني رغم ان مفيش فولتج، فده الفولتج اللي هو بيبقى سوري فده الكارنت اللي بيبقى نتيجة بس الفوتونز، يعني الفوتون نزل طلع الكترون وصل الانود ولف في الدايرة وعمل كارنت خلاص. لكن لو انت زودت الفولتج بقى في الاتجاه البوزيتيف، يعني الانود بقى بوزيتيف والكاثود بقى نيجاتيف، فاللي هيحصل ان كل ده بيزيد بيزيد بيزيد. لا ده هنا بقى ايه صحيح، في فوتونز نازله من نفس اللون وبنفس الانتنسيتي، لكن الفولتج ممكن يساعد في انه الالكترونات اللي عدت تعدي وتجري بسرعه، ولما تجري بسرعه معناها انها تدي كارنت اكتر، لان الكارنت هو معدل تغير الشحنه بالنسبه للزمن دي كيو باي دي تي. فبالتالي لو الفولتج زاد في الاتجاه البوزيتيف هيساعد الكترونات اكتر انها توصل للانود وبالتالي وكمان تلف بقوه في الدايره، فده معناه انه في كارنت اكتر. بس لحد ما نوصل لمنطقة بنسميها تحت الساتوريشن، قعدت تزود الفولتج كل شوية، هتوصل في النهاية المفروض الساتوريشن ده امتى؟ لما يكون كل الالكترونات اللي ممكن تطلع من الكاثود كلها ممكن الفولتج ساعتها توصل للانود، ساعتها هيبقى بريك ثرو لانه هيبقى فيه الكترونات كتير جات من المصدر او من الكاثود للانود، وهذه الالكترونات كثيرة جدا ما كانش عددها بيعتمد على الفريكونسي او الانتنسيتي، احنا كنا مثبتينهم، لكن العدد الكبير اللي بيطلع من الالكترونز ده مع فولتج عالي هيخلي كل الالكترونات اللي ممكن توصل انها توصل. في كيرفات تانية وبعد كده يعني في الساتوريشن مش هيلاقي الكترونات زيادة يشدها، فخلاص مهما عليت الفولتج، مثلا لو الكاثود اخره ان هو يعمل اميشن لعشرة الكترونز بير سكند، خلاص انت هتقعد تعلي الفولتج بتاع الانود لحد ما توصل لفولتج معين يسحب لك كل اللي بيطلع، يعني يسحب الخمسه دول كلهم ما فيش حاجه منهم ترجع. مهما عليت الفولتج بعد كده هم 5 الكترونز بير سكند برضه في النهايه او بير مينت او كده، يعني انت هتقعد تعلي صوتك في التزمير اكتر ما فيش فايده يعني. طيب الاي في كاركترستكس التانيه هنا كان فيها ايه؟ فيها برضو دي نقطة للسوبنج بوتنشال، بس أنا مش هرسم عند كذا فريكونسي، أنا هرسم عند كذا انتنسيتي. كذا انتنسيتي احنا بنفهم بقى بالمودرن فيزيكس إن احنا يعني عدد فوتونز اللي بينزل بير سكند كتير، وبالتالي السوبنج بوتنشال ثابت لأن الفريكونسي ثابت، لكن لما انتنسيتي عالية يبقى في عدد فوتونز نزل كتير، وده معناه إن في إلكترون بتطلع كتير، وده معناه إن كارنت أعلى تحت نفس الظروف. يعني لو جيت عند فولتج صفر هلاقي هنا كارنت أعلى من ده من ده من ده لما الانتنسيتي تكون أكبر، برضه الساتوريشن هنا هيبقى الساتوريشن اكبر من ده اكبر من ده. فهي الفكره انه طلع السوبنج بوتنشال بيعتمد على الفريكوانسي كام وخلاص، ما فيش بعد كده يعني. فدي كانت نتيجه مذهله جدا، وطلع الانتنسيتي بيعتمد على سوري الساتوريشن بيعتمد على الانتنسيتي، ودي كانت نتيجه مذهله يعني. اينشتاين بقى فسر الكلام ده بان في فوتون بينزل وطاقته اتش اف وبيتراكت مع واحد الكترون، يا يطلعه يا ما يطلعوش حسب الفريكوانسي، وده اللي بيفسر الثريشولد، يعني الفريكوانسي اللي بيطلع الالكترون يا دوبك وبكينيتيك انرجي مفيش حاجه زياده ده بنسميه ثريشولد فريكوانسي، اعلى من كده يطلعه يجري
اقل من كده ما يطلعوش اساسا يعني. وكان التفسير بقى اللي هنا انه اي جسم زي الالكترون موجود جوه الميتال مرتبط بطاقة، طاقة وضع بالنيجاتيف او ماينس يونود مع الاتومز بتاعته، وبيبقى عنده طاقة حركة، ومجموع الطاقات بتاعته هي الماينس يونود اللي هي النيجاتيف بوتنشال انرجي مع الانرجي الكينيتيك بتاعته اللي احنا بنديها رمز اي فيرمي لاسرع الكترون، يعني اعلى الكترون في الطاقة بيبقى طاقته اي اف ككينيتيك انرجي. بس المجموع ده في النهاية نيجاتيف، يعني مهما كان في النهاية هذا مجموع نيجاتيف، يعني مثلا ممكن تقول يونود دي بتساوي 13 الكترون فولت، فيبقى ماينس 13 الكترون فولت مع مثلا اي فيرمي 5، النتيجة تبقى ماينس 8. فهو في النهاية الانرجي التوتال بتاعت الالكترون نيجاتيف، وده معناه ان هو مربوط باوند. بنعرف بقى الفاي هي الانرجي ريكوايرد ان انا احرر الالكترون، انا اطلعه من الليفل النيجاتيف اللي هو فيه مثلا ماينس 8 لحد ليفل انرجي بيساوي صفر، اللي هو يا دوبك تحرر من الميتال بتاعه. فبنعرف الفاي الورك فانكشن ان هي ماينس الكلام ده، يعني لو كان ده ناقص 13 الكترون فولت و5 يبقى ناقص 8 الكترون فولت، احط لها ماينس يبقى 8 الكترون فولت. بمعنى اخر الورك فانكشن هي المينيمم انرجي ريكوايرد، اقل طاقه محتاجها علشان احرر الالكترون، الالكترون ده اللي هو احسن الكترون في الموجودين يعني. وبالتالي بعرف الثريشولد فريكوانسي ان هو الفريكوانسي اللي يا دوبك يدي الورك فانكشن دي، فهيبقى فاي بيساوي اتش اف، وبالتالي الاف هنا اللي بنسميه الثريشولد فريكوانسي هيساوي فاي على اتش. والمنظر الاسكيماتيك ده هو يعبر عن الموضوع، ان انت عندك الكترونز مربوطه، الانرجي ليفل بتاعها في النهايه مجموع الوضع والحركه بيساوي رقم نيجاتيف، فمحتاج عشان توصل لانرجي بتساوي صفر تتحرر مقدار اسمه فاي اللي هو صفر ناقص وافتح قوس ناقص يو نوت زائد اف بي اف. واينشتاين قال بقى انه الاتش اف ده لو اكبر من الثريشولد هيديني فاي، والزياده هياخده الالكترون يجري بيه ككاينتيك انرجي، وعشان اوقفه محتاج ان انا الغي الكاينتيك انرجي دي، فبديها بوتنشال انرجي ببولاريتي مختلفه عن طريق الستوبنج بوتنشال، ويبقى البوتنشال انرجي اللي بياخدها الجسم حاصل ضرب او الشحنه، يعني الالكترون حاصل ضرب شحنه الالكترون مضروب في في اس، ده مع بعضه كده بيلغي الكاينتيك انرجي. فاحنا الحاجات اللي خدناها لحد دلوقتي انه ايه هي طاقه الوضع، وايه هو الاي اف، وايه هو الفاي، وايه هو الثريشولد فريكوانسي، وجات منين الكينيتيك انرجي لو في زياده في الاتش اف عن الفاي، وعشان اخلص منها محتاج حاجه اسمها ستوبنج بوتنشال. وممكن نرسم بقى العلاقه ما بين الستوبنج بوتنشال والفريكوانسي، ما كل فريكوانسي وليه الستوبنج بتاعه، وكل ما زاد الفريكوانسي هيزيد الستوبنج بوتنشال. بس الكيرفات دي بقى اخبارها ايه هنا؟ ليه ثلاث كيرفات كده؟ ثلاث كيرفات العلاقه ما بين الفي اس اللي هو الستوبنج بوتنشال والفريكوانسي، لو قعدت اوضب كده في المعادلات ان اتش اف بتساوي فاي وشوية زيادة هتبقى كينيتيك انرجي بوقفها ببوتنشال انرجي مساوية لها في المقدار او معاكسة في البولاريتي اللي هي اي في اس، ف في اس في الاخر بتساوي اتش على اي مضروبة في الفريكوانسي، وده هيبقى الاندبندنت فاريبل، انا بغير الاف بيعتمد عليه الفي اس، وميل العلاقة ما بين الاتنين هتبقى اتش على اي بلانك على الالكترون تشارج ماينس فاي على اي، ماينس فاي على اي ده هيبقى التقاطع مع محور الصادات او الواي انترسبت. فلو رسمت الاف على الاكس اكسس والفي اس على الواي اكسس، الخط ده هيبقى ميله بيساوي اتش على اي، واميده يقطع مع الواي اكسس عند نقطة ماينس فاي على اي. الكيرفات دي بقى ليها فايات مختلفة، يعني الفاي على اي بتاع ده غير الفاي على اي بتاع ده غير الفاي على اي بتاع ده، يبقى اكيد الكيرفات دي لا تمثل نفس نوع الميتال، لان الميتال الواحد بيبقى ليه ورك فانكشن واحدة، وبالتالي معنى كده انه ده بتمثل تلاتة كاسودز غير بعض. برضه القصة اللي احنا حكيناها من شوية انه الانتنسي هي الباور على الاريا، والباور هي عدد الفوتونز بير يونت تايم اللي ايميتد من المصدر مضروبه في طاقه الفوتون الواحد، وفي الاخر بقى اسمها الار. الشغل بقى بتاعنا اللي هنشوفه في المعمل بيفيرفاي بقى كل القصص دي، ان انا يبقى عندي من فوق هنا الاميتر، والاميتر ده جهاز كبير ومعقد وسوفيستيكيتد وغالي، علشان ده بيقيس تيار صغير جدا في الرينج من 10 سنة 16 ل 10 سنة 10 او 9 حاجه زي كده. الاميتر ده بيبقى فيه هنا العجله اللي على الشمال دي اللي باللون الرمادي، ده الملتبلاير، يعني دي اللي بتضرب لي بتتحدد لي الرينج بتاع الكرنت اللي بتقاس، يعني مثلا ممكن يكون شغال حاجات على 10 ونص 11 والاخ ده مش عارف يقرا، مش عارف يقرا فهيحط لي واحد احمر ناحيه الشمال وبقيه الشاشه هتبقى فاضيه، فده معناه انه الرينج غلط. فهو لو ما كانش قادر يقرا على 10 اس ناقص مثلا 10، انت تغير السكيلت وروح ل 10 اس ناقص 9، فساعتها ممكن يقرا.
في حاجة تاني بقى اللي هو الزرار الأورنج ده تدوس عليه لجوه علشان تخش في الكاليبريشن مود، على تدوس عليه بره عشان تطلع بره الكاليبريشن وتشتغل. يعني ايه القصة دي؟ القصة دي انه المفروض انه هنا عندي ده باور سبلاي بيشغل اتش جي لام، بيطلع منها فوتونات بتخش هنا في عجلتين قصاد بعض، واحدة بتبقى فيها فلاتر عشان تعدي ألوان معينة، التانية بتبقى عدسة ليها دامتر 4 متر أو 2 متر أو واتيفر عشان تفوكس اللايت على الفوتوسيل اللي هي بتاعة صغيرة جوه هنا. فلو حصل انه انا شغلت برضه لازم نلاحظ ان المسافة بين اللمبة وما بين العجلة دي بتساوي 35 سنتيمتر زي ما هو ريكومندد بالكتاب. الحاجات دي كلها راكبة على حاجة اسمها الاوبتيكال تراك. الاوبتيكال تراك ده يعني تراك ممكن تركب عليه حاجات الاوبتكس وممكن تحركها، يعني ممكن اللمبة دي تقرب او تبعد والبتاعة دي تقرب او تبعد. المهم الفوتوسيل بيخرج منها طرفين بيرتبطوا في، يعني الطرفين دول كوأكسل كيبل، في طرف جوه طرف، يعني لو تفتكر كوأكسل كيبل هو حاجة سلندرين جوه بعض يعني. المهم ان هما واصلين بالاميتر هنا، الاميتر بيقرا التيار اللي ماشي في الدائره. ايه بقى حكايه الكاليبريشن؟ ليه محتاجين كاليبريشن؟ المفروض ان انا لو قفلت الفوتو سيل من بره هنا بالغطاء الاسود انه ما يعديش كارنت في الدائره، لكن حقيقه انا ممكن الاقي انه الاميتر بيقرا كارنت، وده بيكون نتيجه ثيرمال افكتس، يعني الحراره بتمشي شويه حاجات الكترونز يقدر الكارنت يقدر الاميتر يقيسها وساعتها هيطلع لي رقم معين يعني. ف وايل الفوتو سيل هنا از ويل كفرد، ده اميتر كان ستيل ريد سمثينج، فده معناه انه السمثينج ده از ريليفنت، ده مش نتيجه الفوتو افكت لان مفيش فوتونز اصلا يعني. فبعمل له اليمينيشن ازاي؟ انا بحط الزرار البورتان ده لجوه وبقعد العب في الويل الزرقاء دي لحد ما اوصل لزيرو، ولما اوصل لزيرو اروح مطلع البرتقاني دي لبره عشان ابتدي اشتغل في الميجرمنت مود. فانا لما صفرت الاميتر ضمنت ان انا اليمينيتد اي افكت تاني غير الافكت بتاع الفوتو راديشن، وانه اللي بيتقري ده بس هو الفوتو كارنت من غير ما يكون فيه ثيرمال افكت او خلافه. اللي تحت ده بقى الباور سبلاي اللي هو او الفولتج سبلاي دي سي، اللي هو طرفين بيروحوا على الفوتو سيل عشان يلعب دور الفولتج اللي ممكن اخليه مره ستوبنج او مره في الاتجاه الموجب او وات ايفر. برضه في زرار ازرق، سوري، زرار برتقاني هنا، لو دوسته هيشتغل الجهاز ده في الرينج من 0 ل 4.5 فولت، وده هيكون شيء لطيف لانه في هذه المنطقه انا باخد اكيرسي عاليه جدا. لو انا احتجت بقى ان انا ارسم حاجه زي الساتوريشن كيرف ومحتاج ازود الفولتج اول لحد ما الاقي ان الكرنت بيساوي رقم كونستنت، بطلع الزرار البرتقالي ده لبره، وبالتالي ساعتها هيبقى الفولتميتر ده، سوري، الفولتج سبلاي ده بيشتغل ب رينج من 0 ل 30 فولت، و يعني رينج اكبر واكيد اكيرسي اقل في الحركه بتاعته. العجله الزرقاء دي عشان تحكم الفولتج بيساوي كام. فده شكل السيت اب بشكل عام. اللي ممكن يتغير فيه حاجات كتير، يعني ممكن يتغير فيه مثلا العجلة اللي هنا يبقى الدايمتر بتاع العدسة أقل. ده ساعتها بيعمل إيه؟ ده ساعتها بيخلي عدد فوتونات اللي تعدي أقل، وده معناه إنه ساتوريشن كرنت يكون أصغر أكيد يعني. ساتوريشن كرنت بقى بيتحدد من إيه؟ أو الـ V ستوبنج بيتحدد من إيه؟ بيتحدد من نوع الفلتر اللي سيبنا الضوء يعدي منه، يعني الضوء بيقول لك الضوء اللي نزل على الفوتو سيل ده نزل بويف لينكس معين، لأن هو ده اللي نجح إنه يعدي من الفلتر اللي أنا حاطه بمزاجي يعني. هذا الويف لينكس لما بعديه، الويف لينكس ده عبارة عن فوتونز بتقابل الكاثود تطلع الكترونز، يمكن تلف ويمكن ما تلفش في الدائرة اكوردنجلي البوتنشال ديفرنس المحطوط من السورس هنا. نفترض بقى ان انا غيرت اللون، فاتوقع ان اتغير السورس بوتنشال، يعني لو غيرت من هنا اللون بان انا اغير الفلتر، طبعا اتش جي بتسبلاي الوان كتير، انا من خلال الفلتر ده بختار لون واحد بس اخش على فوتو سيل، وبختار مقاس عدسة واحدة فايب 4 متر 4 مليمتر او 2 مليمتر او اي حاجة. الفكرة دلوقتي ان انت لو غيرت اللمبة، لو غيرت الفلتر اللي من قدام، فهتغير الفريكوانسي اللي داخل، وبالتالي تتوقع ان الفي ستوبنج يتغير الحق، او لانه يعني هتغير بقى الثريشولد فريكوانسي وهتغير الستوبنج بتاعها. لو غيرت العدسة اللي وراها فده معناه انك بتحجز فوتونز، لو انت كنت شغال 4 بقيت 2 يبقى انت حجزت شويه فوتونز ما دخلوش للفوتو سيل، فده من المتوقع انه يأثر في الانتنسيتي بس ما يأثرش في السوبر بوتنشال، لانه مش ديكتيتد باي انتنسيتي، هو ديكتيتد باي اللون اللي بتعدي العجله او الفلتر يعني. الاوبتيكال تراك ده بقى لو انت غيرت المسافه ما بين الاتش جي لامب والبتاع ده عن 35 سم ممكن يحصل مشاكل، يعني مثلا لو انا خدت الاتش جي لامب دي بعيد قوي قوي قوي، فمعنى كده الفوتونز اللي هتوصل منها لحد هنا هتبقى قليله، يبقى ما اعرفش اقيس التجربه، او لو قيستها هيقيسها بالتست صغير جدا يعني هتطلع نتائج عك يعني، او ان انت تقرب البتاعه دي قوي، فلما تقربها قوي هيحصل ان يبقى في فوتونات كتير قوي دخلت
فوتونات كتير قوي ما تغيرش للستوبنج بوتنشال اجين، لان الستوبنج بوتنشال ده بيعتمد على الفاي اللي هي ورك فانكشن وعلى الفريكوانسي واللامدا واللي زي منه. فلما تتقرب اللمبه دي من هنا هيبقى في عدد فوتونات كتير، فده هيأثر في الانتنسيتي وبالتالي هيأثر في الساتوريشن كارنت، هيزيد طبعا عن الساتوريشن في الحاله 35 سنتي. ممكن طبعا دي الحاجات اللي احنا شرحناها بالتفصيل من شويه، المودز بتاعتنا ميزيرو 4 مود او ميزيرو 30، وهنا فوق يا اما كاليبريشن يا اما شغل، ده الكي بتاعه العجلتين الزر دول عشان العب في ال يعني العجل الزر اللي فوق دي علشان الكاليبريشن، اللي تحت دي عشان اظبط الفولتج اللي خارج من الفولتج سورس ورايح للفوتوسنتر. برضو لازم تبقى عارف بقى وانت شغال في المعمل، يعني انت في المعمل مثلا هترسم كيرف زي ده لوان كاسوت، تبقى عارف يعني ان انت لو مديت الخط هيحصل ايه، ميل الخط بيساوي ايه، تعرف تفسر الكيرفات اللي هي موجودة في الأخ ده أو الأخ ده، ليه هنا السوبر بوتنشال متغيرش، ليه هنا كان متغير، ليه الساتوريشن هنا كان بيعلى، ليه هنا ساتوريشن واحد. في جميع الأحوال الخلفية النظرية في التجربة دي مليانة وكويسة. الخلاصة انه دلوقتي ده الفيديو الرابع، اتمنى انه الفيديوهات دي تبقى مفيدة بما يكفي. انا ركزت على theoretical background قوي، لكن الخطوات العملية ما ركزتش عليها قوي لانها مشروحة في فيديوهات تانية بتاعة تحضير التجارب. هو كل اللي هيحصل في التجربة دي ان انت لو قست ال characteristic بتاعة V stopping مع ال frequency، يبقى انت هتعدد ال frequencies اللي هتستعملها كل شوية، تظبط ال wheel بتاعة ال filter على frequency مختلف وتقيس ال VS، فتطلع لك كيرف من التلاتة دول، ومنه الميل اتش على اي ومنه التقاطف على اي وخلاص. لو اشتغلت على كيرف من بتوع الساتوريشن، يبقى انت محتاج الاول تعرف السوبر بوتنشال من الجزء اللي بيبقى ده الجزء الاولاني، وبعد كده ايه تزود البوتنشال لحد ما توصل لاخر العداد اللي هو 30 فولت. وانت ماشي بتزود في الاول، خليك حريص يعني زود، تبقى مثلا لو كنت بتبقى ناقص واحد يبقى ما توصلش الصفر على طول، يعني خد لك نقطتين ثلاثه لحد ما توصل الصفر، بعد كده ممكن تمشي مستريح 2 فولت 2 فولت 2 فولت لحد ما تخلص وتشوف شكل الساتوريشن اخباره ايه، وتتاكد انه طالما الفريكوانسي ثابت الفولتج بتاع الفولتج بتاع الستوبن بوتنشال يعني يبقى ثابت، طالما الاف بقى ثابت يبقى الستوبن بوتنشال ثابت. اوكي مرسي.